بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة بتاعت الأسبوع الـ12. هنكمل على الحصة اللي فاتت. كنا بنقول بأن نتكلم على الـ complex functions الأساسية لكل هندسة، زي أول function أو complex function هي كانت exponential complex function وشرحناها زي. ودلوقتي هناخد على الفانكشن التانية الأساسية بالنسبة لكلية الهندسة complex functions، بس ايه؟ logarithmic function. قبل ما اخش على logarithmic function اللي هو الفورمولا دي، ازاي نجيب لنا لأي complex number زد، تعال نشوف هنا ايه derivation بسيط كده سريع. هنقول هنا ايه؟ لات زد بتساوي اكس بلس اي واي زي. وهنقول هنا دبليو انذر كومبلكس نمبر عباره عن يو بلس اي في، ده كومبلكس وده كومبلكس، بي تو كومبلكس فاريبلز. خلاص ات از ريكوايرد تو فايند، عاوز اجيب اللين بتاعت زد. لكن احنا قلنا قبل كده بان ذا سام اوف تو كومبلكس از كومبلكس، ذا سام از ذا ديفرنس بتوين تو كومبلكس كومبلكس، برضه نفس الكلام بالنسبه للبرودكت، نفس الكلام بالنسبه للاكسبونينشال كومبلكس نمبر از كومبلكس، برضه اللوغاريتميك لين الكومبلكس از اولسو كومبلكس، لين الكومبلكس زد ذا كومبلكس عباره عن كومبلكس، هنسمي كومبلكس الناتج بتاعه اسمه دبليو. دبليو ده يساوي ايه؟ يو بلس اي في، يو بلس اي في. يبقى انا عشان اجيب لن زد اكسبريشن لن بلس زد اللي هو ده زي، لازم اجيب قيمه اليو واجيب قيمه الفي. تمام. طب اعمل ايه عشان اجيب اليو والفي؟ يعني هلك هنا ات از ريكوايرد تو فايند اليو اند في. تمام. عشان نقدر نجيب لن زد هنعمل ايه؟ هنعمل اكسبونينشيت بو سايدز، يعني هنقول هنا اي تو ذا باور لن زد، وهنا اي تو ذا باور يو بلس اي في. اهو هنا اي تو ذا باور لن زد، هنا e to the power w، وهنا e to the power u plus iv. هن exponentiate all sides اهو، هنا ده ويساوي ده وده وده ويساوي ده. لو خدت الاكسبونينشال هنا ناخد الاكسبونينشال هنا، ناخد الاكسبونينشال هنا e to the power z يساوي e to the w e to the power u plus iv. لكن e to the power u plus iv هي عباره عن e to the power u مضروبه في e to the power iv. تمام. طيب يبقى z، يبقى هنا ايه؟ طبعا e هتروح مع اللين، يتبقى z ده اهي بيساوي e to power u مضروب في e to power iv. ولكن احنا عندنا ان z بيساوي r e to power a i theta، اهو z بيساوي r e to power i theta، z بيساوي r e to power i theta. فيبقى بالشكل ده، لو كان زد بيساوي اتش بار يو في اتش بار اي في، يبقى كان اتش بار يو مضروب في بيساوي ايه؟ بيساوي الار، واتش بار اي في بيساوي اتش بار اي ثيتا، يعني الفي بتساوي ثيتا، الفي بتساوي ثيتا. زي الفي بتساوي ثيتا اهي. وبالشكل ده انا عشان نجيب اليو هناخد لن هنا ولن هنا، لن ار بيساوي لن اكسبونينشال هتروح معاه تنين اليو. يبقى انا جبت اليو وجبت الفي، جبت اليو وجبت الفي، يبقى جبت اللن، يبقى لن زد بيساوي اليو بلس اي في، بيساوي اليو هي عباره عن لن ار، والفي هي عباره عن الثيتا. وبالشكل ده هنقول هنا ايه؟ كان لن زد بيساوي لن ار بلس اي ثيتا. طب ايه هي الار؟ ار هو الماجنتيود بتاع الزد، وهي ثيتا، ثيتا هي الزاويه بتاعت الزد. يبقى اول ما يجيب لي لن زد مطلوب حسابها، نعمل ايه؟ هناخد الزد دي بره الاول قبل ما نجيب اللين، نجيب لها الماجنتيود والانجل. الماجنتيود نسميه ار، وايه الانجل هي ثيتا. وبعد كده بعد ما نجيب الماجنتيود والانجل هنقول له هنا ايه؟ اللين زد بتاعتي بيساوي اللين بتاع الماجنتيود اللي جبته بلس اي الزاويه اللي جبتها. فيري سيمبل. تعال نشوف مثال زي كده اهو. مثال هنا بيقول لك ايفالويت لين 3 بلس اي 4. لن 3 بلس اي 4 يبقى ده كومبلكس نمبر بتاعي 3 بلس اي 4. هنجيب اللن بتاعه ازاي؟ هناخد زي ما اتفقنا قبل كده، هناخد الايه 3 بلس اي 4 اللي هي زد نفسها، ناخدها بره، تجيب لها الماجنتيود والايه والانجل بتاعتها، الماجنتيود والانجل بتاعتها اهو. لن هنقول هنا ايه؟
ادي لين 3 بلس 4 هنجيب الايه، هنقول هنا let's consider z بيساوي 3 بلس 4 اللي هو ده، دي هسميها z. نجيب الماجنيتيود بتاعها والايه والانجل، الماجنيتيود بتاع دي هو جذر التربيع بتاع ريال تربيع بلس الايماجينري تربيع، والانجل عباره عن ايه؟ تان انفرس 4 على 3، تان انفرس 4 على 3. طبعا دي لما هجيبها من الكالكوليتور هيطلع لي 0.927 بالريديان او 53 درجة، بالايه بدرجات. ودي جزء 3 تربيع زي 4 تربيع تحت الجزء يساوي كام؟ 5. دي هنسميها R ودي هنسميها سيتا. طيب هنقول له هنا بقى لن 3 بلس اي 4 اللي انت طالبها عبارة عن ايه؟ عبارة عن لن R بلس اي سيتا according to الفورمولا اللي انا جبتها. الفورمولا اللي جبتها هي لن زد بيساوي لن ار بلس اي سيتا، تمام؟ لن ار بلس اي سيتا، لن الار بتاعتي يساوي 5 ادي 5 بلس اي اهي السيتا، ناخد انو سيتا، ناخد الدرجات دي ولا ناخد الايه فاليو دي اللي هي ريديان، ناخد ريديان. ريديان فيش كومبلكس نمبر بيتكتب وفيه درجات بالريديان اللي هو 0.927. لن 5 كنا بالتالي احنا خدناها قبل كده في المسألة اللي فاتت، اكس بيساوي لن 5 يساوي 1.609، لن 5 يساوي 1.609 بلس اي 0.927 خلاص. يبقى جبنا لن لاي كومبلكس نمبر عايز كده، وده حاجة بسيطة جدا مفيهوش حاجة. تمام تمام. طيب ده الايه كومبلكس فانكشن التانية اللي هي الأساسية اللي مثلا اللوجاريتمي فانكشن. يبقى خدنا الاكسبونينشال وخدنا الايه اللوجاريتمي. تعال نشوف التريجونومتريك اند هايبربولي فانكشن. هناخد الاثنين مع بعض، هناخد الاثنين مع بعض ليه؟ في تشابه وفروقات، تشابه كبير بين الاثنين وفروقات بسيطه. هنا بالنسبه للتريجونومتريك فانكشن اهي حطيتها في جدول واحد، وهايبربولي فانكشن هنا ادي خدت الفانكشن دي كده وخدت الهايبربولي فانكشن دي كده. طيب هنيجي نقول هنا نتذكر بالنسبه للتريجونومتريك فانكشن اي سبار اي اكس اويلرز فورم بيقول ايه؟ احنا كنا اخدناها قبل كده عباره عن كوساين اكس بلس اي ساين اكس، كوساين اكس بلس اي ساين اكس. طب والاي سبار ماينس اي اكس عباره عن ايه؟ عباره عن كوساين اكس وهنا ماينس ماينس اي ساين اكس، ده اويلرز فورم. تمام يعني صح كوساين ماينس اكس كوساين على اعتبار ان هنا ايه المتغير بتاعي اسمه ماينس اكس مش اكس هنا. طب ماينس اكس كوساين ماينس اكس عباره عن ايه؟ كوساين اكس. وادي الاي اهي. طب وساين ماينس اكس دي كام؟ يساوي ماينس ساين اكس. تمام. طيب المقابل لها في الهايبربوليك فانكشنز. انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان قصاد ال الترجمتيك فانكشنز كلها زوايا، زوايا نتعامل مع زوايا، تمام؟ لكن بالنسبه للهايبربوليك فانكشنز بنتعامل مع ارقام، مع فاليوز، مع فاليوز. يعني اي تو ذا باور هنا اي اكس، اكس دي زاويه زي، لكن هنا اي تو ذا باور اكس، الاكس بتاعتي هنا مش زاويه، هنا ايه؟ عباره عن قيمه، عباره عن قيمه. طب اي تو ذا باور الاكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن كوساين اكس بلس ساين اكس، ذير از نو اي. وإي سوبر ماينس إكس عبارة عن إيه؟ عبارة عن كوساين إكس ماينس ساين إكس. يبقى هنا إيه؟ ماينس هنا ماينس، هنا بلس هنا بلس، زي هنا بلس هنا بلس، وهنا ماينس هنا ماينس. بس الإكس هنا عبارة عن زوايا، هنا الإكس هنا عبارة عن قيم، عبارة عن قيم. يبقى إي سوبر إكس عبارة عن كوساين بلس ساين، وإي سوبر ماينس إكس عبارة عن كوساين إكس ماينس ساين إكس. طب كوساين زد عبارة عن ايه؟ كوساين زد تعال نشوف كوساين زد، كوساين زد عبارة عن ايه؟ مش هنا الاكسبونينشال بدلالة الكوساين وساين؟ طب انا عايز اجيب الكوساين وساين بدلالة الاكسبونينشال، هنعمل ايه؟ تعال نجمع ده زائد ده. لما نجمع ده زائد ده هنلاقي اي ساين هتروح مع ماينس اي ساين هيروح مع بعض. يبقى ده زائد ده بيساوي اتنين كوساين بلس كوساين، دي اتنين كوساين، ادي اتنين في كوساين، بيساوي ايه؟ اكسبونينشال اي بالبلس اتش فور اي زد، وهنا اتش فور ماينس اي زد. طب وساين هجيبها ازاي؟ قال لك اطرح الاثنين مع بعض، لما اطرح ده ناقص ده، ادي ده ناقص ده،
نطرح ده ناقص ده هيروح مع بعض، يتبقى ده ناقص ناقص ده يديك 2 اي ساين اكس، ادي 2 اي ساين. طب المقابل بتاعها ايه في الايه هايبربوليك فانكشن؟ كوساين زد هنا عبارة عن كوساين زد، وساين زد عبارة عن ساين زد، ها هنا بيساوي نص نص اتش بار اي زد، لحن اتش بار زد بلس اتش بار ماينس زد، ها الساين زد هنا عبارة عن اتش بار زد ماينس اتش بار ماينس زد، تمام. مفيش اي هنا، مفيش اي هنا، كان في 2 اي، يبقى اللي مع شاين ذير از نو ايز، ها ذير از نو ايز، يبقى شاين عباره عن نص اتش فور زد بلس اتش فور ماينس زد على 2، يعني ساين زد شاين زد عباره عن اتش فور زد ماينس اتش فور ماينس زد على 2 من غير اي من غير حاجه. طيب ثاني نقطه جديده، التفاضل بتاع كوساين برايم برايم، تفاضل كوساين عباره عن ايه؟ ماينس ساين. والتفاضل بتاع ساين برايم اهي برايم، تفاضل الساين عباره عن ايه؟ كوساين. طب هنا بالنسبه للكوساين، كوساين زد برايم التفاضل بتاع كوساين عباره عن ساين زد، وتفاضل بتاع الساين برايم اهو بيساوي كوساين. ذير از نو ماينس، ذير از نو ماينس، ها مفيش هنا اشاره، ما في اشاره. بحط هنا دي قصاد دي عشان يبقى ايه الاثنين قصادنا، وممكن نذاكر الاثنين مع بعض. طيب حاجة تانية مهمة هنزاي قبل ما نخش على الرولز دي، هنزاي تعالى ايه ندرس هنا. شوف لما يجي لي هنا ساين اي واي، اي دونت وانت تو فايند اني اي داخل الساين او شاين او كوساين او كوشاين، اي دونت لايك ذيس اي انسايد ات، وات تو دو؟ اي ماست جيت ريد اوف ات، لازم اتخلص منها. اتخلص من اي ازاي؟ قال لك ساين اي واي بتساوي تطلع الاي بره، تطلع الاي بره وتتحول الساين الى شاين، شاين واي. نفس الكلام بالنسبه لشاين اي واي، تطلع الاي بره اهي وتتحول الشاين واي الى ايه؟ ساين واي، تمام. نفس الكلام بالنسبه لكوساين اي واي، الكوساين الاي مع كوساين وكوساين، الاي تطلع بره وتترمى في البحر زي، وكوساين يتحول الى كوساين. نفس الكلام هنا، كوساين اي واي تطلع الاي بره وتترمى في البحر، وكوساين واي تصبح ايه؟ كوساين واي. These are very important rules هنستخدمها احنا دلوقتي بعد كده، هنستخدمها ازاي؟ تعال نشوف هنا الاول. Let us also remember first ان كوساين مجموع زوجتين، فاكرين الكلام ده واخدينه في ثانوي؟ كوساين مجموع زوجتين a بلس اي بي عباره عن ايه؟ كوساين كوساين ماينس ساين ساين، هنا البلس اتحولت الى ماينس. طب كوساين اي ماينس بي حاصل طرح زاويتين عباره عن ايه؟ عباره عن كوساين كوساين بدل الماينس هتتحط هنا ايه؟ البلس. يعني هنا اللي الازرق مع الازرق، وهنا ايه؟ الاحمر مع الاحمر، يبقى تتحول الماينس دي الى ايه؟ الى بلس. يبقى كوساين A ماينس B عبارة عن كوساين كوساين بلس ساين ساين. نفس الكلام بالنسبة لساين A بلس B، ساين مجموع زاويتين A بلس B عبارة عن ساين A كوساين ساين كوساين، هنا بلس هنحط هنا بلس كوساين ساين. ولو هنا في ماينس، ساين A ماينس B قال لك ساين كوساين ماينس كوساين ساين، يعني هنا إيه؟ الإشارة بتبقى زي ما هي، بلس بلس وماينس ماينس مع إيه؟ مع ساين. لكن مع كوساين الإشارة بتتقلب إلى ماينس، البلس تبقى ماينس والماينس تبقى إيه؟ بلس. نفس الكلام بالنسبة لكوساين، كوساين A بلس B بيساوي إيه؟ قال لك كوساين كوساين بلس شاين شاين، البلس هي بلس. وكوساين A ماينس B عبارة عن إيه؟ كوساين كوساين ماينس شاين شاين، تمام. نفس الكلام هنا، شاين A بلس B عبارة عن شاين كوشاين بلس كوشاين شاين، البلس هنا زي البلس هنا، والماينس هتبقى زي الماينس هنا، يبقى شاين A ماينس B عبارة عن شاين كوشاين ماينس كوشاين شاين، تمام. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الـ A والـ B هنا قصاد الكوساين والساين عبارة عن زوايا،
لكن الـ A والـ B وده و shine و shine هي عبارة عن قيم، عبارة عن قيم values. تمام. These rules are very important. Very important. دي حاجات واخدينها قبل كده، ودي حاجة احنا حافظينها. احنا حافظينها صم. ها؟ من ثانوي. تعال نشوف هنا كوساين زد. كوساين زد عبارة عن ايه؟ ايه هي زد؟ عبارة عن x plus i y. x plus i y. تمام؟ يعني كان الاكس دي عبارة عن الاي، واي واي هي عبارة عن البي. ادي كوساين زد دي x plus i y. الاكس زي الاي، والاي واي اللي هي هنا ايه؟ كان ايه؟ تطور هنا زي البي. يبقى هنقول الناتج بتاعنا عبارة عن كوساين كوساين ماينس ساين ساين. هذا كوساين كوساين ماينس ماينس ساين ساين. هنا كوساين ايه؟ كوساين اكس الاولانية، كوساين اي واي اللي هي التانية، كوساين اي واي. لكن كوساين اي واي بيساوي كوساين اي واي بيساوي كام؟ كوساين واي. ادي كوساين واي ماينس ساين ساين. ساين اكس الاولانية، ساين اي واي اللي هي التانية، مش احنا بنقول هنا اكس بلس اي واي، اكس هي الاولانية والاي واي هي التانية. إيه ساين اي واي؟ ساين اي واي عبارة عن ايه؟ اي شاين واي. ادي الاي طلعتها ورا، وادي شاين واي. نفس الكلام بالنسبة لإيه؟ لساين زد. ساين زد عبارة عن ساين اكس بلس اي واي الاولانية والتانية، الاكس هي الاولانية والتانية هي اي واي. يبقى عبارة عن ايه؟ ساين عبارة عن ايه؟ ساين كوساين بلس كوساين ساين. ساين كوساين بلس كوساين ساين. ساين الاولانية اكس، كوساين التانية اللي هي اي واي، كوساين اي واي عبارة عن كوساين واي، كوساين اي واي عبارة عن كوساين واي. بلس كوساين ساين، كوساين الاولانية اكس، ساين اي واي التانية، اي واي هي التانية، ساين اي واي عبارة عن شاين اي واي، ساين اي واي عبارة عن اي شاين واي، اي شاين واي. نفس الكلام بالنسبة للايه؟ هايبربوليك فانكشن. كوساين زد بيساوي ايه؟ كوساين زد، كوساين زد عبارة عن كوساين زد عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوساين كوساين اهو، كوساين زد عبارة عن كوساين كوساين بلس شاين شاين. كوساين زد عبارة عن كوساين كوساين بلس شاين شاين. الزد دي عبارة عن اكس بلس اي واي، يبقى كوساين اكس الاولانية والاي واي التانية، يبقى هنا كوساين الاولانية، كوساين التانية اي واي اللي هي كوساين اي واي عبارة عن اي عبارة عن كوساين واي، كوساين واي بلس شاين شاين. شاين شاين كوساين كوساين زي هنا بنتكلم على كوساين، بنتكلم على كوساين. كوساين اي بلس بي عبارة عن كوساين كوساين بلس شاين شاين. ادي كوساين كوساين، وان كوساين هنا اتقلبت من كوساين اي واي الى كوساين واي، والاي طلعت بره زي اترمت. شاين شاين ادي شاين الاولانية اكس، شاين اي واي اللي هي اي ساين واي. نفس الكلام بالنسبة لهنا، شاين زد، شاين الاولانية اكس بلس اي واي عبارة عن شاين كوشاين بلس كوشاين شاين. شاين الاولانية شاين اكس، كوشاين اي واي اللي هي كوساين واي، كوشاين اي واي عبارة عن كوساين واي بلس كوشاين شاين. كوشاين الاولانية اكس، شاين اي واي، شاين اي واي عبارة عن اي ساين. ادي الاي اهي ودي ساين. طبعا انا مش هذاكر الكلام ده، مش هذاكره، لكن انا مذاكر الكلام ده كويس جدا جدا، ومذاكر الريليشنز دي. طلب من اينما طلب مني اي حاجة فبايه بنترجم الكلام ده الى هنا. زي مش لازم اي اذاكر الكلام ده انا، لكن اعرف الطريقة ازاي اجيب قيمة، اعرف ازاي اجيب قيمة من غير لما نحفظ ده زي ما نحفظ ده سم، ماشي، لكن ده ما نحفظهوش سم ولا حاجة، ده ممكن يجيبه مباشرة من التطبيق. تعالى كده نشوف مع بعض مجموعة من الأمثلة. ساين 10 اي، ساين 10 اي عبارة عن ايه؟ اي دونت لايك، زي ما اتفقنا قبل كده، اي دونت لايك الاي جوه ساين او جوه اي جوه ايه تريجونوميتريك او هايبربولي فانكشن. نعمل ايه؟ الساين 10 اي اي تطلع بره وتتحول اهي، وتتحول الساين الى شاين شاين، ساين 10 شاين 10. ومن الكالكوليتور ادي الاي اهي، شاين 10. ازاي بنجيب شاين 10 من الكالكوليتور؟ ازاي؟ كلمه شاين على الكالكوليتور عباره عن هايب، تضرب زرارين مع بعض، زرارين بعد بعض، واحد ورا الثانيه. هتلاقي هنا ايه؟ هايب الاول وجنبيها ساين، لما تضرب هايب وبعديه هايب يعني هايبربوليك،
وبعديها ساين زي يبقى ديك شاين كده. يبقى ايه لو جبتها دي هايب وساين هيطلع لك ايه 11013. طب كوساين 3 باي اي كوساين 3 باي اي ما بحبش الاي جوه، بنعمل ايه؟ بنطلع اي بره ونرميها في البحر عشان دي كوساين، وتتحول كوساين الى كوساين. ادي كوساين اهي 3 باي، كوساين 3 باي تمام، كوساين 3 باي بتساوي ايه؟ نجيبها برضو من الكالكوليتور هايب كوساين هايب، نضغط على كوساين هايب وبعدين نضرب على كوساين ونجيب ايه الكوساين بتاع 3 باي. ادي كوساين 3 باي هنا كوساين 3 باي. طب تعالى نشوف مثال كوساين الكومبلكس نمبر اهو، ده كومبلكس نمبر زي ده ريل بلس اي ايماجري. الكوساين زي ما اتفقنا قبل كده عباره عن كوساين كوساين ماينس ساين ساين. ادي كوساين بالبلس تبقى ايه كوساين كوساين ماينس ساين ساين. كوساين الاولاني اللي هو 1.7، كوساين الثاني كوساين اي 1.5 اي 1.5 ماينس ساين ساين. ساين الاولاني 1.7 ساين الثاني اللي هو اي ساين اي 1.5 تمام. ادي كوساين 1.7 اهي، لكن انا احب انا يكون في اي جوه، لا كوساين اي 1.5 تتحول الى الاي تطلع بره وتتحول الكوساين الى كوساين ماشي. وال 1.5 اهي، ودي الماينس اهي، ودي ساين 1.7 اهي، والساين اي 1.5 ما بحبش الاي انا جوه، الاي تطلع بره اهي، الاي تطلع بره وتتحول الساين الى شاين 1.5. 1.7 دي هاتي كوساين 1.5 اهي، ودي شاين 1.5 اهي، دي ارقام دي ارقام دي ارقام تمام كده. لكن هنا كوساين 1.7 كوساين قصاد كوساين قصاد الساين لازم يكون في زوايا، الزاويه دي ما هياش بالدرجات، دي بالايه بالريديان. ليه؟ لان اساسا ده ال 1.7 ده اساسا كان الريال بارت بتاع كومبلكس نمبر هنا، الريال بارت والريال بارت والايماجينري بارت بتاع اي كومبلكس نمبر ما هوش بايه؟ ما هوش بالدرجات ابدا. يبقى ده هيكون بالريديان، 1.7 ده بالريديان. يبقى لما نجيب الكوساين نحول الريديان الى درجات، نحول الريديان ازاي لدرجات؟ بنقسم على الريديان باي نضربها في 180 درجه. نفس الكلام 1.7 هنا انا ايه نقسمها على الريديان باي نضربها في 180 درجه، يبقى دي كده زاويه بالدرجات نجيب الساين بتاعها، ودي زاويه بالدرجات نجيب الكوساين بتاعها، يطلع لك الكلام ده هنا. وكوساين بتاع 1.5 اللي هو بنضرب على هايب كوساين يطلع لك 2.35، ودي برضه بنجيبها ايه دي بنجيب زاويه بالدرجات ونجيب الساين بتاعها اهو زي وشاين 1.5 هنضرب هايب وساين وهيطلع لك ايه 1.5 يطلع لك هذا الكلام. هضرب ده في ده وده في ده يطلع لك ايه جزء الريال بتاعنا هو ده ماينس اي اهي اللي هو جزء الماجر بتاعنا هو ده بالشكل ده. دي اول مره نقابل كومبلكس كوزاين لكومبلكس نمبر. نكتفي بهذا القدر النهارده هنسي، وان شاء الله نروح دي المحاضره بتاعت الاسبوع ال 12 المحاضره زي الحصه الجايه هتكون الاسبوع ال 12 للسكشن. شكرا.